على كل مساحاتنا السودانية، نافذة الصباح على الدلنج وبلدنا حلوة. هكذا تبدو لك مدينة الدلنج عروس الجبال، وأنت على سطح جبل السلطان الذي يحف المدينة من ناحيتي الشمال والشمال الغربي. مدينة هادئة وادعة متماسكة الأطراف، يعيش أهلها في سلام ووئام متأصل. بنيت على أساسه منظومة اجتماعية فريدة تمثلت في قبائل الأجنج، أكبر المجموعات السكانية بالمنطقة، والتي تتفرع شجرتها لعدة قبائل تربط بينها آصرة العرق والمظهر والمكان. أولها من حملت المدينة اسمها قبيلة الدلنج، ومثلها الكاركو والمندل والصبي والكدر والفندة والوالي والكاشة وأبو جنوك والكجورية. الدلنج هي القبيلة الوحيدة كانت ساكنة في 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 الحتة دي، في هذه البقعة. ولما جاء الاستعمار في عام 1906 عمل مركز وبقى مدارس وتعليم وسوق، الناس هاجرت، ناس جات يعني جات طالبين الخدمات، التعليم والسوق والعلاج، بقى مركز وبقت محافظة. احنا في قبيلة الدلنج القبيلة الوحيدة كانت تسكن هنا، ونتميز بأننا احنا يعني نستضيف الضيوف ونحب الضيوف، وده كان دليل واضح انه في فترة التمرد الناس جو نازحين من الجبال. احنا يعني قاسمناهم الماء والنار والكلى، يعني ما بخلنا بحق اي انسان. وثانيا احنا في الدلنج نظام إدارة أهلية، الدلنج بيشمل 15 شيخ قبيلة، خشم بيت، كل خشم بيت عنده شيخ، ذيل بيعاونوا المك في 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 المشاكل، يعني في حل المشاكل الأسرية. أي مشكلة بيحلوا الشيخ، إذا عجز الشيخ بيجي للمك، المك لو عجز بحاولوا للأمير. هذا هو النظام الإدارة الأهلية. نقف اليوم عند قبيلة الدلنج. على هذا النحو تحتفل القبيلة سنويا بإرثها وتأريخها إحياء للموروثات الشعبية تتميز بها القبيلة وتناقلتها الأجيال من جيل إلى جيل. الرقص والغناء الإيقاعي عند قبيلة الدلنج يتشابه مع بقية القبائل التي تكون مجموعة قبائل الأجنج، ولكن القبيلة لديها ما يميزها ويبرزها كقبيلة قائدة تضم بيت الأمارة لبقية القبائل، كيف لا وحاضرة المنطقة كلها تسمى باسمها. إذا مسكنا بعض المفردات اللغوية الموجودة في الشمال كمناطق أو أسماء ملوك كلها تتضمن قبائل الأجن. نبدأ بالملك ترهاقة. ترهاقة جاي من ترهاقة بلغة الأجن، ترهاقة أبو البنات، وهذا موجود في اللغة ومستخدم. عندنا كوش أو كوشة أو كوشة، هذه اللهجة هي لهجة الأجن، وكوش أو كوشجة بمعنى التنصيب، كوشجة بمعنى التنصيب. هناك الملك آمون، حتى الآن مستخدم للجد الكبير يسمى ومون بمعنى سلالة، آمون سلالة الجد، وآمون هو أحد ملوك النوبة العظام. ترهاق هذا هو من الذين كان ينتسب للديانة الرومانية وقد ساهم في صد الفرس. رقصة الكيرنج مثلا من نوعية الرقصات المشتركة عند كل قبائل الأجنج، رقصة إيقاعية تصاحبها طقوس خاصة تبرز القوة والمقدرة على إقناع الراقصة للدخول لساحة الرقص بصحبتك على نحو ما يفعل هذا الرجل. تتميز قبيلة الدلنج عن بقية قبائل الإمارة
برقصتي القفز العالي وحلقة العقد أو الدوران التي يطوف من خلالها الراقصون في شكل دائري حول ساحة الاحتفال. تقوم مجموعة الحكامات بتمجيد وذكر نقائب الرجال وتشجيع الفرسان. ورقصة القفز العالي أو النط يشارك فيها الرجال والنساء برشاقة إنسان المنطقة المعهودة. فطبيعة المنطقة وبيئتها الجبلية لعبت دورا كبيرا في ذلك، وهذه الرقصة تؤدى في آخر الليل، وقديما كان الفرسان يرقصونها قبل الهجوم على العدو، فهي تمثل انتصارا للقرار. عندنا أغاني الكتكتو، وكتكتو بغنوا النساوين الكبار، عبارة عن صفقة بإيقاع سريع. عندنا أشري برضو إيقاع سريع ويلعب كالكرن. عندنا الكرن ضرب باليد، عندنا الدره اللي هو النط العالي، عندنا إرشاد اللي هو الدوران. خاصة الدره والإرشاد خاص بالأغاني الحماسية، الحروب، الفراس، القتال. في قديم الزمان عندما يريدون أن يغزوا يقومون بهذه الأغاني بعد الساعة واحدة ليلا. عندما يأتي الساعة الرابعة ينطلق الفرسان والصبيان إلى الهجوم، إما الانتصار وإما الانتحار. فهذه الأغاني حتى الآن إذا غنت فالناس يهيجوا ويموجوا لأنه يثيرهم ويبعث فيهم الحماس. يشمل احتفال القبيلة دائما تجسيدا لحياة الإنسان لدى قبائل الأجنج التي تتسم بالبساطة والإلفة وحب الآخر. فالقبيلة ما تزال تحتفظ بمقتنيات فريدة ومخطوطات قديمة تحدث عن تاريخها التليد. ولأن أفراد القبيلة يتفاخرون بكرمهم وأصالتهم، يكون القدح أو القدح كما ينطق محليا حاضرا في كل مناسبة. تحمله نسوة من خيرة نساء القبيلة ويقدمنه للضيوف مصحوبا بالغناء والطقوس الخاصة. فالقبيلة خلقت علاقات متسامحة مع قبائل أخرى عديدة، أساسها الكرم وتقديم الهدايا، مما خلق نسيجا اجتماعيا متماسكا في كل المنطقة. عندنا مصاهرة مع قبائل الحوازم، يعني دار بخوتا ودار شلونغ خاصة، هم بيتزوجوا مننا، وبعض قبائل بعض من دار نعيلة برضو، ديل كلهم احنا بنشكل يعني شيء واحد، ما عندنا اي خلافات. لقبيلة الدلنج مقدرة فائقة في الاحتفال بكل حدث جديد، لا يبقى في الحي شخص لا يشارك. الكبار الذين يحملون إرث القبيلة يورثونه للأجيال اللاحقة بذات الألق والمقدرة والإتقان.